السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه، نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وكره القدم المصريه. ولكن قبل اخبار الاهلي وقبل اخبار كره القدم المصريه، يعني الف سلامات لبيبو اسطوره كره القدم المصريه رئيس النادي الاهلي. يمكن بالتاكيد ما زال احداث فكره اصابه بيبو في الملاعب يعني بتحزن الكثيرين وبتعمل حاله من القلق. ايضا بالامس يعني السوشيال ميديا كلها تفاعلت مع اصابه كابتن محمود خطيب لإصابته ببعض الدوار أثناء بعض التدريبات في الجيم، فيتعرض لجرح يمكن 3 غرز، والحمد لله هيحضر النهاردة المباراة الساعة 5 الودية، أو المباراة الودية الوحيدة في معسكر النمسا، المعسكر الذي أسفر عن حاجات كتير جدا ومستفادات كتير جدا بالتأكيد هنتكلم فيها بعد ما أقول لكم بعض النبذات عن الأخبار. وبالتأكيد لازم أتكلم عن برنامج الأهلي خط أحمر، يمكن يعني شهادتي مجروحة لأن أحد مقدمي البرامج، ولكن النهاردة في متحف الحضارة في الفسطاط على المسرح الكبير سوف يتم أخيرا تكريم البرنامج في مهرجان همسة الفني، وده لأول مرة بيتعاملوا مع البرامج الرياضية. يمكن كابتن حسين شحات أفضل لاعب في الدوري المصري، وبرنامج الأهلي خط أحمر أفضل برنامج رياضي في سنة 2023. كل الشكر للمسؤولين عن المهرجان، كل الشكر للجماهير اللي قدرت انها تصوت برغم اننا لم نعلن عن لينك للتصويت، ودي ثقة كبيرة جدا جدا. ان شاء الله يعني هنتواجد النهاردة باذن الله ونتسلم جائزة افضل برنامج رياضي الاهلي خط احمر. شكرا جدا جدا مرة تانية لإدارة المهرجان ولجماهير النادي الاهلي اللي صوتت من اجل فوز البرنامج وعوضتنا بعض الشيء عن تصويت تم تزييفه في اللحظات الأخيرة. نروح بقى للنادي الأهلي واحنا بنتكلم عن قرعة كأس العالم للأندية اللي هيحضرها طبعا كابتن حسام غالي. وانا هنا هتكلم عن نقطة مهمة جدا يا جماعة، احنا دايما بناخد الصديق بذنب صديقه، افصلوا تماما تماما بين اراء محمد فضل ووجود الكابتن حسام غالي في مجلس إدارة النادي الأهلي، وما فيش حد بيعمل لصاحبه خاطر. يعني عشان تبقوا فاهمين في الامور اللي زي دي القصه ما لهاش علاقه ان انت صاحبي او لا، انت في النهايه مش هتفرض توجهك عليا ولا انا هفرض توجه عليك، خدوا الامور بشكل بحت، انتقدوا فضل كما تشاءوا وانتقدوا حسام غالي لما يصدر منه ما يستحق عليه الانتقاد، لكن ربط العلاقه ان فضلي يعمل حاجه او تصريحات يضايق من الاهلي فيتم الربط على طول بحسام غالي، يعني قناعاتي الشخصيه لا، لازم نعزل تماما 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 بين الشخصين. حتى لو هم اصدقاء في النهايه ما يقدرش حسام غالي يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، ولا يقدر فضل يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، وده اصلا طبيعه اي انسان المفترض يكون له راي يعني. فاختلف مع فضل كما تشاء واختلف مع غالي لما يصدر منه هو بنفسه تصريحات. نروح بس لنقطه مونديال الانديه والقرعه اللي هتتعمل النهارده الساعه 2، وانا مش عارف احنا ممكن نقع مع مين، ولكن بالتاكيد انا واحد من الناس نفسيا عايز اتجنب اتحاد جده، ويمكن عشان انا عايز اتجنب اتحاد جده تقريبا هنقع مع اتحاد جده في الدور الاول بالنسبه للنادي الاهلي، الثاني لاتحاد جده اذا فاز اتحاد جده، وده يعني المنتظر في المباراه الافتتاحيه. هتختار يعني او قرعتك هتكون مع فريق من 3، ليون او اوراوا او اتحاد جده. في النهايه انا اتمنى يعني ليون او اوراوا ونقع في سكه بطل امريكا اللاتينيه، ما نقعش في سكه يعني المان سيتي، يبقى في متنفس وفي فرصه اننا نصل للمباراه النهائيه باذن الله، ويكون في فرصه اننا قبل انهاء فتره التعاقد يعني نحصل على مهاجم جيد. مش هتكلم فيه في حلقه النهارده لكن لان مفيش جديد، ولو في جديد واتمنى اطلع في وقت من الوقت اقول فيه جديد واننا تعاقدنا مع المهاجم، لكن نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ايا كان المنافس حتى لو كان اتحاد جده، قادرين على مواجهه اي فريق، احنا في النهايه بطل قاره افريقيا. ده بالنسبه لقرعه المونديال الانديه. عندنا طبعا المباراه اللي هتلعب الساعه 5، خليني اقول لكم ان تقريبا نص الفريق مشي، يعني 4 فريق اول منتخب مصر، 3 منتخب اولمبي، ادي 7، بيرسيتاو، علي معلول، اليو ديانج، ادي 10، وفي 4 اصلا يعني هم رايحين من اجل استكمال الشفاء يعني او مرحله الاستشفاء. عندك كريم فؤاد، اكرم توفيق، عمرو السوليه، خالد عبد الفتاح، فانت بتتكلم في 14 لاعب من المعسكر خارج تقريبا قائمه المباراه، ولكن هي فرصه لباقي اللاعبين. والحقيقه المعسكر يعني له مميزات كتير جدا جدا جدا، ممكن تعددها في حاجات كتير جدا، ولكن اهم او اكتر واحد استفاد من هذا المعسكر هو امام عاشور.
ايوه امام عاشور. امام عاشور اللي انا قلت لكم وكان واضح ومش محتاج ان حد يقول لكم في مباراه الاهلي وحرس حدود ان هو كان مخضوض. امام عاشور اول يوم في المعسكر مختلف تماما عن امام عاشور في اخر يوم في المعسكر، ايضا كان مخضوض بشكل كبير جدا ولسه حاسس بغربه في الاجواء يعني. ولكن للامانه محمود عبد المنعم كهربا ثم محمد مجدي قفشه بيحاولوا قدر الامكان يزيلوا يعني جبال الجليد ويلعبوا فكره ان هم يمرروا محمد امام عاشور لقصه النادي الاهلي والاعتياد على النادي الاهلي، وللامانه ناجحين في ده بشكل كبير بدليل وصول امام عاشور لنهايه المعسكر بشكل مختلف تماما عن بدايه المعسكر. ويمكن الكابتن محمود خطيب عقد جلسه معاه مدتها نص ساعه تقريبا اتكلم عن امور تخص مستقبل اللاعب مع النادي الاهلي، ولكن كانت النقطه البارزه الواضحه اللي بالتاكيد دار حولها الحوار او ربما اللي انا عرفتها هي قصه ان احنا في النادي الاهلي مختلفين عن اي نادي سابق تماما. انسى خالص صفحه الماضي، انت بتبدا صفحه جديده في تقاليد جديده في امور خاصه بالنادي الاهلي في رولز موضوعه للنادي الاهلي واللاعب النادي الاهلي، نتمنى ان انت تلتزم بيها حتى لا تصطدم بمواقف ربما تعرضك لعقوبات او ما شابه. يعني احنا شايفين فيك لاعب جيد ولكن انسى تماما صفحه الماضي وابدا معانا. وبالفعل مارسيل كولر ايضا جلس معاه ولكن جلسه فنيه كبيره لمده نص ساعه يتكلم فيها عن المهام اللي هو طالبها من امام عاشور. والحقيقه امام عاشور نزل تمرينتين ابهر كل من في الملعب كل من في المعسكر، يعني راجل غايب عن التدريبات بقاله 4 شهور الحقيقه نازل يقدم نسخة متميزة جدا، نتمنى ربنا يحفظه من الإصابة. سجل هدف دبل كيك كده كل اللي في الملعب قاموا سقفوا الحقيقة من جمال الهدف وجمال التصرف لإمام عاشور. أنا قناعاتي الفنية كبيرة جدا بإمام عاشور، يتبقى فقط لغير اللي أنا ما أقدرش أراهن عليه إن اللاعب نفسه راهن عليه هو القدرات العقلية والاختيارات السليمة وإزاي تركز في كرة القدم. إمام عاشور لو ركز في كرة القدم هيكون أفضل لاعب في مصر الموسم القادم. إمام عاشور الحاجة الوحيدة أو ربما الشيئين اللي ممكن يعني يقللوا احتمالات نجاح إمام عاشور إما لا قدر الإصابة أو إنه ما يقدرش يبرمج عقليته مع النادي الأهلي، لكن مع مارسيل كولر أنا واثق جدا إنه هيقدر يطلع حاجة مهمة جدا من إمام عاشور في الموسم القادم. وإمام عاشور أكثر المستفيدين من هذا المعسكر، وطبعا بعض الشباب اللي يعني خدوا أجواء الفريق الأول، وأكيد أكيد مارسيل كولر يعني اللي هو قدر إنه يشوف اللاعبين بشكل واضح خاصة اللاعبين الجدد. والأمانة أيضا كولر معجب جدا بكريم نيدفيد، ولكن القصة واضحة تماما إن في فوارق بدنية كبيرة ما بين المنضمين حديثا للنادي الأهلي ولاعبي النادي الاهلي السابقين باستثناء لاعب يعني لياقته البدنيه ما كانتش في افضل حاله، لكن كل اللاعبين الوافدين على النادي الاهلي في فوارق كبيره جدا في القياسات البدنيه بينهم وبين لاعبي النادي الاهلي الموجودين. وده بيقول لك ان في مدرب احمال شغال صح في النادي الاهلي، في كوتش شغال صح في النادي الاهلي، وباذن الله اللعيبه الوافدين يعني لياقتهم البدنيه تكون ارتفعت في هذا المعسكر وجاهزين للموسم القادم. اتمنى امام عاشور ياخد 10 دقائق من مباراه النهارده الوديه، لان لو خد النهارده 10 دقائق ربما ياخد وقت في مباراه السوبر مش اساسي ولكن ممكن ياخد وقت من المباراه. امام عاشور جاي منين؟ لا مش الزمالك، جاي من ميتلاند الدنماركي. امام عاشور لاعب محله حرس حدود زمالك ميتلاند الدنماركي، ولكن لو انت حاسبه لاعب الزمالك لانه تالق في نادي الزمالك بشكل كبير جدا حابب اقول لك ان في نجمين انضموا لقائمه النادي الاهلي من الزمالك. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يا عم نجمين ومنهم نجم على حق يعني هو احمد سيد زيزو، والاخر دخل مكان دبش حسام عبد المجيد. الاثنين تقريبا مع بوبو بيزينوا قائمة الأفضل أو التشكيل الأفضل في الموسم بالنسبة لرابطة الأندية، والمدير الفني الأفضل هو مارسيل كولر. فطبعا يعني احنا اتكلمنا في النقطة دي كتير، ولكن دول الثلاث لاعبين الموجودين في ال 11 لاعب. خلينا أقول لكم التشكيل الشناوي، طبعا محمد هاني، محمد عبد المنعم، كان المفترض دبش ولكن حسام، أو ياسر إبراهيم لو اتحط لكن حسام عبد المجيد، وعلي معلول خط الوسط الثلاثي يعني اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه وبوبو، وطبعا الاجنحه
احمد سيد زيزو وحسين الشحات والمهاجم محمد شريف، فنجمين من نادي الزمالك دخلوا في تشكيله النادي الاهلي تقريبا في جائزه الافضل في الرابطه، وبوبو كان على مشارف يعني الانضمام للنادي الاهلي، والبعض بيندد وبيردد بلاش يا جماعه القصه دي طالما هي جماهيريه فالنادي الاهلي هياخدها. والحقيقه انا مش فاهم يعني انتوا عاملينها جماهيريه وعشان النادي الاهلي هياخدها، يا اما تعملوا حركات زي انكم تستبعدوا لاعب للنادي الاهلي من بعض المراكز عشان ما يتمش اختياره، او انكم تلغوها. موضوع غريب جدا يعني الحقيقه، لكن المهم تكونوا طلعتوا من الموسم ده وعارفين ان شعبيه النادي الاهلي لا يضاهيها اي شعبيه. نروح لتصريحات مسؤولين بالامس، وامبارح كانت ليله المسؤولين، يعني اللي هو ثروت سويلم ممثل الاتحاد في الرابطه، والحاج عامر حسين المشرف على لجنه المسابقات وعضو اتحاد كره القدم المصري، والنائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه. وخلوني ابدا لكم من النائب احمد دياب اللي اعلنها بوضوح، خلاص عقوبه المصري الزمالك بالانسحاب من السوبر المصري عقوبه ستستمر وتنطبق على البطوله المستحدثه، وهي بطوله واحده فقط لا غير للسوبر، اللي هتكون عباره عن اربع فرق، بطل الدوري وصيف الدوري بطل الكاس بطل كاس الرابطه، وبالتالي خلاص نادي الزمالك بره البطوله الاولى. وضغط النادي الاهلي لتطبيق اللوائح والقوانين اتى بثماره، والرد كان من خلال رئيس رابطه الانديه النائب احمد دياب اللي اتكلم في نقطه ايضا بالنسبه لي مهمه كان نفسي تتغير، الا وهي شكل الدوري، وان الدوري بشكله القديم برغم ان ممكن عدد الايام مع التوقفات الدوليه وارتباطات الاهلي وارتباطات المنتخب والتوقف الدولي ممكن يصل لحوالي 160 يوم تقريبا تقدر تلعب فيهم 34 اسبوع، ولكن يعني ده اللي تلعب فيه شكل الرابطه. والحقيقه اللي بيتظلم فيه دايما الحاج عامر حسين اللي كان في مداخله امبارح مع الكابتن اسلام الشاطر وقال بوضوح يعني يا جماعه احنا انا مش بتاع يعني بحط مقترح تغيير شكل الدوري، وبحط المقترح اللي انا شفته يعني المناسب للمواسم، وفكره ان انت تلعب البلاي اوف من 8 فرق الاولى والقصه دي كلها، ولكن البعض او الناس بترفض ده وبيجوا بعد كده بيطالبوا ان انت تلعب ازاي وتنضغط ازاي. فالحقيقه للمره دي هيبقى الامر صعب واللائحه واضحه من البدايه. الفريق اللي هيشارك في افريقيا ثلاث ايام قبل او بعد مباراته في القاهره، واربع ايام قبل او بعد مباراته خارج القاهره. يعني ضرب مثال لو انت عندك ماتش في دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه، الثلاث مباريات الثلاث ايام منهم الجمعه اللي هو سبت وحد تلعب الاثنين، يعني هتريح سبت وحد فقط لا غير، وده اكيد امر صعب جدا. وده اللي انا مستغربه، ومستغرب كمان اللي هو ثروت سويلم، وهقول لكم تصريحاته المتعلقه بالشان الرياضي المصري عشان تعرفوا احنا عن قد ايه يعني لابسين في الحيط. هو اكد على فكره ان الدوري لازم يكون بشكله ده، ومش هقدر اعمله اي موسم استثنائي حتى لو عملته مجموعتين، عملناه قبل كده مجموعتين وما كملش، وعملته مجموعتين قبل كده كتير وكمل. دي حاجه. طب يا سيدي الفاضل نعمل بلاي اوف وناخد اول 8 فرق فننزل من 34 اسبوع ل 24 اسبوع، قال لك لا مش ناجحه وغير مناسبه، وانا مع قناعاتي ومع فكري ان نلعب 34 اسبوع حتى لو تضغط الفرق حتى لو هتطول الموسم. ده كلام يا جماعه، ده كلام مسؤولين. ويجي برضو يطالب ويقول لك انا عايز اللي جاب كلاتنبرج يتحاسب على الفلوس اللي خدها كلاتنبرج. هو انت كنت بتحاسب يا سياده اللواء على اي حاجه او اخطاء بترتكبها؟ ده انت ليك مكالمه واضحه جبنا له الحكم اللي بيحبه عشان يعني نكسر سمه، والمستشار نفسه ياخد بطوله فجبنا له حكم مصري، وطلعت اعترفت بكل الكلام ده كله ومفيش اي عقاب ليه، بالعكس متواجد عادي وموجود في رابطه الانديه عادي. فبتطالب ليه الناس تتعاقب اللي جابت كلاتنبرج اللي مشي بسبب اساءه واضحه وتجاوز من قناه نادي الزمالك ومن رئيس نادي الزمالك، وما قدرش حد في اتحاد الكره يحميه؟ امر صعب جدا. النقطه الاخرى اللي اتكلم فيها الحاج، لا مش الحاج عمرو سينا بقى خلاص، اللي هو ثروت سويلم في قصه الجماهير، وهو هنا بقى اول مره يتكلم بشكل واضح وبشكل له حس امني لانه راجل ظابط يعني، فقال لك في حاجه اسمها قوام الخدمه. يعني ايه قوام الخدمه؟ يعني كده كده اي مباراه، اي مباراه 3000 4000 5000 عدد الضباط بعدد الامناء بعدد العساكر بعدد الجنود بعدد كل حاجه هو واحد. طب ما ده شيء ايجابي جدا طالما كله واحد، بدل ما نخليهم 3000 نخليهم 10000. والامانه هو راح للنقطه دي، بس قال لك ليه بقى الجهات الامنيه ما بتوافقش؟ ايوه ادينا يا سياده اللي هو كده. قال لك يعني مثلا لما تتكسر كراسي برج العرب انا ازود عدد الجماهير ليه؟ لحظه، ما تكسير كراسي برج العرب ده كان نابع من ايه؟ من جماهير نادي الزمالك. عاقب جماهير نادي الزمالك يا حبيبي بخسر شديد اللي اتقال وقتها حماس، وغير كده كمان هنفترض ان هو فعلا حماس مفيش شغب،
القصه واضحه وبسيطه، خد فلوس من نادي الزمالك، انت طلعت غرامه على نادي الزمالك مش عارف تاخدها، قصتك ومشكلتك، خد الغرامه على نادي الزمالك. هو نادي الزمالك دي لازم يعطل لكم كل حاجه يعني، في الحكام معطل لكم دفع للحكام، بالمناسبه النائب احمد دياب قال لك قصه الحكام والفار خلاص مع الرابطه، انتوا هاتوا لنا الفلوس اللي هتجيبوها من الانديه واحنا هنحاسب الحكام عشان ما نقعش في الورطه المنيله ب 60 نيله اللي احنا بنقع فيها دي، ان يبقى الاتحاد مزنوق في التزامات اخرى غير الحكام بيطلع فيها، وسايب نادي الزمالك بال 60 مليون جنيه اللي عليه يحل ازمه كل حكام مصر لمده 3 مواسم 4 مواسم قادمه. فانت بتتكلم في نقطه صعبه جدا يا سياده اللواء، ان قصه الحماس هو اللي ممكن يمنع زياده عدد الجماهير، لا، الجماهير اللي يزيد عددها وفي تكسير او في اتلافات كده كده النادي اللي بيدفع الاتلافات دي ايا كان هو النادي. فالحقيقه اتمنى يكون حتى مره من المرات الرد يكون منطقي والرد يكون موضوعي. لكن لو انت عايز بقى تسألني عن الحل بقى في القصه دي، انا مش حابب كلمه موسم استثنائي، ولو انتوا عايزين تقولوا كلمه موسم استثنائي فارجوكم لاول مره بقول لكم حولوا الاستثناء لقاعده، خلوه قاعده. يعني ايه؟ يعني طول ما احنا بنلعب 34 اسبوع احنا نعاني كل موسم من الدوري ده، لازم شكل الدوري يتغير، او خدوا القرار اللي انتوا كلكم خايفين تاخدوه بلا استثناء، الكل خايف ياخد القرار اللي هو خلي جدولك الدوري 16 او 14 فريق. تخيل انت كده الجدول الدوري 14 فريق، ما كل مره وكل سنه في 10 فرق بتنافس على اجل البقاء في الدوري والهروب من الهبوط، وبتفرق بنقطه ونقطتين عن بعض 10 فرق. يا خليهم 6 اللي بينافسوا، خليهم 5 اللي بينافسوا، وخلي في فرق خليهم 6 من 14، وخلي في 8 بيلعبوا على مراكز صراع الرابع وصراع الاول وصراع الثاني، تخيل كده 14، فترجع الدوري ل 26 اسبوع، 13 و13 26 اسبوع، طالما مش عايز تعمل بلاي اوف اللي بيقترحه الحاج عامر يعني. خليها قال ده، عندك قدره تاخد القرار ده؟ محدش عنده قدره تاخد القرار ده. يا سيدي بلاش يا سيدي 14 فريق، خليها 16 فريق. ونلعب 30 اسبوع، الاربع اسابيع دول يقللوا معانا شويه. حتى خدها خطوه مرحله انتقاليه 16، وبعد كده خليها 14. واعمل دوري قوي محترفين تحته، وبرضه هتلاقي في فرق وهتلاقي في انديه وهتلاقي في مشاهدات. لكن قصه طول الوقت احنا كل مره عايزين نعمل موسم استثنائي، موسم استثنائي ده انا برجوك اعمل استثناء قاعده، لان اللي انت عامله ده والنتائج دي بالمعطيات دي مش هتوصل لنتائج مختلفه. مش هتوصل، هتاجل ماتشات وهتضغط ماتشات وهتبهدل اللاعبين معاك، وقصه صعبه جدا. طب ما السهل والافضل ايه؟ يا عم نزل 5 الموسم الجاي وصعد 3. بقت 18 نزل 5 بقى 13، صعد 3 بقى 16. السنه اللي بعدها هبط، يعني هبط من صعد، هبط 5 وصعد 3 ب 14، ولعب دوريك 14 26 اسبوع. لكن القصه داخل فيها حقوق بس ورعايه ومشاهدات واعلانات وقصه كتيره جدا كبيره جدا، ومن يدفع الثمن فقط لا غير هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي اثبت بما لا يدع مجال للشك ان هو اللي بيلعب على كل البطولات دي. مفيش فرقه بتروح كاس عالم الانديه، مفيش فرقه كل شويه تلعب السوبر الافريقي. اخر من ساعه ما النادي الاهلي بيلعب سوبر افريقي، والزمالك لعب سوبر افريقي بتاع 2018 مع الترجي. فالنادي الاهلي بيدفع الضريبه دي. فحاول تفكر لصالح كره القدم المصريه بجد، دون الخوف بقى من امور تسويقيه ورعايه وما شابه. مش عايز اطرح رقم اكتر من كده يعني. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي يوم الجميع، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، مباراه تحصيل حاصل، مباراه وديه بالتاكيد، لكن التوفيق اللي انا اقصده مش الفوز والهزيمه، التوفيق اللي انا اقصده ان كولر يطلع مستفيد ببعض اللاعبين بتوظيفهم بشكل ما، لانه برده مبسوط من نيدفيد جدا وتوظيفهم داخل ارض الملعب، وبعض اللاعبين تاخد حساسيه الماتشات مع لاعبي المنتخبات، تاخد حساسيه ماتشات، نكون جاهزين ان شاء الله لمباراه اتحاد العاصمه، ونضيف بطوله جديده في سجل بطولات النادي الاهلي القاريه. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.